السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ معكم مرند. ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما شفتوا في العنوان طاجن مكرونة بالجبنة الموتزاريلا. ده طاجن جديد كده وقالب الدنيا كلها. كل ما اخش محل كشري الاقي الطبق ده او الطاجن دوت منتشر قوي، فانا قلت ليه لا اجربه وادوقه. بصراحة فوق الفظيع، طعمه تحفة 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 وجميل قوي. فانا قلت ليه انا ما اعملهوش في البيت بالمكونات اللي عندي، حتى يعني نجرب، يعني ليه لا، ان شاء الله هيطلع حلو معانا وهيعجبك جدا باذن الله. انا معايا هنا طبعا ميه مغليه وفيها ملح، وعندي مكرونه هنا حواء قلم، فانا ايه هحطها كده. ده اول كيس معانا، يا رب بس ما انا تبقاش دايبه. وادي معانا تاني كيس اهو كده، هنقلبها بقى كويس جدا. انا ليه مش مكتره الميه؟ لان انا مش عايزاها تكون مستويه قوي، علشان لسه احطها في الطاجن واحطها في الفرن، لازم تكون نص سوا. وفي ناس كمان المحلات اللي هي بتاعه الكشري بتحطها اصلا نيه، بتحط المكرونه القلم دي نيه، تمام. فانا هقلبها كده، يا دوب هخليها تغلي شويه وايه وهدفع عليها وهنكمل بقيه الطريق. تعالوا نعمل بقى الصلصه مع بعض. معانا حلة هنا طبعا فيها حبة زيت كده كده، انا هستنى لما يدقح. ادحت اهي معايا. دلوقتي انا هاخد في حبة كده من البصل، بصلاية صغيرة خالص، تمام، وهتقلبيها كده. هاجي هنا بقى هحط معلقه فلفل معلقه ثوم مطحونه كده اهو. دلوقتي بقى ايه، انا هقلبها كويس جدا بالشكل ده. هستنى بقى لما تتحمر شويه وهنزل بالصلصه. تعالوا بقى ننزل المكرونه عشان هي كفايه عليها كده. يلا بقى كده نصفي المكرونه مع بعض. انا بس كده ايه هبردها. انا بردتها نص تبريده اهوت، ما خليتهاش بارده خالص، وهي برده بتقطم، مش استوت خالص. بصي هي ناشفه ناشفه من جوه، تمام. يلا بقى نحط الصلصه كده. ادي البصله اتحمرت اهي معايا. دلوقتي هننزل بالصلصه بقى بتاعتنا كده اهو، وهنسيبها تسبك شوية. تعالوا بقى نعمل ايه الفراخ. يلا هنا بقى هنعمل الفراخ. طبعا الطاجن هيكون بالفراخ. هحط كده حبة زيت، تمام. هننزل بقى كده بالبصلة، خليها تتشوح معايا كويس كده اهو. بعد كده هننزل معانا معلقه كبيره من الثوم المفروم او معلقه صغيره كده اهو، بتدي طعم جدا جميل للفراخ. والله لو مشيتوا على الخطوات دي بالظبط هتعجبكم جدا. هنزل بقى بالفراخ. هو بالشكل ده دلوقتي كده خلاص. بعد ما شوحت معايا شويه هنزل كده بمعلقه من الصلصه او معلقه ونص، معلقه ونص من الصلصه، تمام، ونص معلقه من صوص البرد، صويا صوص كده، نص معلقه يا جماعه ما تكتريش، تمام. وهنقلب كويس جدا بالشكل ده
هنيجي كده ربع كوبايه ميه او حبه ميه صغيرين هنحطهم كده ونسيبها تاخد غلوه. تعالي بقى للتوابل بتاعتي. معايا هنا معلقه من الملح ما تكتريش، معلقه من الكمون، معلقه بهارات فراخ، معلقه من الفلفل الاصفر. تمام كده هنقلب بقى كده كويس جدا. اهم حاجه نكون متاكدين ان الفراخ بتاعتنا خلاص استوت علشان احنا مش هنسيبها كتير في الفرن. تمام، انا طبعا مهديه عليها دلوقتي. بصوا شايفين لونها جميل ازاي، لو عندك فلفل اخضر طبعا حطي كده. خلاص الفراخ بتاعتنا خلاص خلصت. تمام كده، يلا بقى للتفنيشه الاخيره. معايا هنا الاطباق اللي هي بتاعت الكشري، عارفينها طبعا، اطباق فويل طبعا والغطا بتاعها. انا جايباه، كنت جايبه الواحد ده باتنين جنيه من عند بتاع الشنط. ومعايا هنا طبعا هو الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض. بصي لونها ما شاء الله جميل جدا. ومعايا طبعا المكرونه. دلوقتي بقى انا خدت حبه كده من المكرونه اللي انا عملتها، وهاخد حبه صلصه كده اهو، وهقلب الصلصه دي. طبعا حطيت ملح وفلفل وكمون، بس ملح وفلفل وكمون. انا عايزاها ان هي تكون فيها صلصه كتير كده اهو. هنقلبها كده كويس جدا. بتوع بقى المحلات الكشري مش بيحطوا لك طبق مكرونه وطبق فراخ زي ما احنا ما بنعمل كده، لا، بيعملوا ايه؟ بيقلبوا لك المكرونه والفراخ على بعض، الصلصه والمكرونه والفراخ، بيعملوا لك كده خلطبيطه بالصلصه بس. ايه عشان الفراخ تبقى مع المكرونه، ما بقاش مثلا في طبق فراخ او طبقه مكرونه ياكلوا الفراخ ويسيبوا المكرونه. طبعا لو عايزه تعمليها لاولادك، طبعا اولادك هم اللي بيعملوا الطريقه دي. دلوقتي انا هجيب الفراخ بتاعتي وهضيفها كده، هشوف اذا كانت محتاجه مكرونه تاني ولا لا، بالشكل ده، وتقلبيها. طبعا بتتقلب كده الاول. عايزه اقول لكم ان ريحتها جميله جدا وطعمها جميل قوي. يلا نكمل، هنجيب ده كده وده كده وهنضيف. طبعا لحد دلوقتي لسه ما شفتوش الجبنه الموتزاريلا، هتشوفوها دلوقتي ما تقلقوش. انا قصدت ان انا احط في الطبق الكبير دوت علشان يسهل عليا وانا بقلب. بالشكل ده ادي الجبنه بتاعتي يا بنات. دي جبنه جايباها من مترو ماركت، سوبر ماركت اللي هو مترو ماركت. دي جبنه دومتي، بس انا جايباها السايبه. جبنه جميله جدا، فانا جبت دومتي وجبت دي، لقيتها هي نفس الطعم ونفس الشده ونفس كل حاجه، بس اللي بيختلف عنها ان دي ارخص شويه. كان يا ست بكام؟ ب72 الدومتي اللي هي اللي في اكياس، لكن السايبه ديت كانت بكام يا ربي؟ ب47. استنى ما بصي المكتوب عليها هنا السعر. انا جايبه نص كيلو ده ب33.5، ب33.5 دوت، فالكيلو يعني بحاجه و60. تمام، التاني حاسه ان التانية اغلى،
بس شايفاه هي نفس الطعم. حتى ان انا لما سألني بقول له طب انت عندك جبنة موتزاريلا سايبة، راح قال لي اه عندي. بقول له نوعها ايه؟ قال لي دومتي. فقلت له دومتي ازاي؟ آه، فراح قال لي بصي ادوقيها بس واستخدميها وايه، وقولي لي بقى عليها رأيك، وان شاء الله هتجيلي تاني. تمام. اهو يا بنات، بعد ما مليتهم الاتنين موتزاريلا هنيجي بقى للغطا. روحي عامله كده، اهو يا بنات انا كده خلاص مليتهم. دلوقتي انا اعمل ايه؟ هحطهم على الفرن على طول علشان الجبنة دي تسيح. زي ما انتوا شايفين ان كل حاجة استوت معايا، حتى المكرونة لما حطيتها في الصلصة حسيت ان هي خلاص استوت خالص. يعني دلوقتي انا عايزة الجبنة دي بس تسيح، وبعد ما تسيح وتطلع هوريها لكم وتشوفوها مع بعض. بس قبل ما نخشها ما ندخلها بقى الفرن كده وتشوفوها، شجعوني باللايك، اعملوا لايك في السريع كده وشجعوني بيه علشان اكمل الفيديو. وانا مبسوطه كده وعارفه اني ورايا رجاله ان شاء الله هيرفعوا راسي. دلوقتي ولو اول مره تشوف الفيديو بتاعي يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يلا تابعوني. اهو يا بنات، بعد ما طلعته من الفرن ادي دي الاخر بتاعه. تعالي بقى كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. معانا هنا طبقين، طبعا هنا معانا مايونيز، طبعا المكرونه والحاجات دي ما تحلاش غير بالحاجات دي. معانا كده هنا مايونيز، تمام، ومعانا هنا الصوص الباربيكيو، طبعا من غير الحاجات دي ما تنفعش. اهو كده ده بقى مايونيز وصوص الباربيكيو. تعالي بقى نشوفها مع بعض اهو. بصوا الشده، بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني حاجه يعني تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله ما شاء الله. جربوها بالطريقه دي والله يا بنات هتعجبكم جدا، وهتدعوا لي عليها. الصوص الصويا صوص اللي احنا حطيناها، عايزه اقول لكم ان ده اختياري براحتكم. الصويا صوص دوت انا اللي يعني من تقريبي انا، طبعا ما مش كان محطوط في التتبيله اللي انا جبتها او في الطاجن اللي انا جبته. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسينيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب لو عجبك القناه بتاعتي وعجبك افكاري. ويلا باي باي.